عائلة أم محمد كانت عائلة آمنة مستقرة يأتيها رزقها من عمل معيدها حتى جاءت عاصفة السواد الداعشية لتحيل صفاء هذه العائلة كدرًا لم يستطيعوا الخروج من الموصل فبقوا فيها حتى حان موعد العملية العسكرية وعند اشتداد المعارك سقطت إحدى صواريخ الحرب على جارهم فهربوا من حيهم الى حي اخر خوفا من القصف فكانت مفخخه داعشيه بانتظارهم لتودي بحياه الاب واثنين من ابنائه لتبدا مسيره الشقاء والمعاناه اثر فقدان المعيل تاركا خلفه اولادا لا تدري امهم من اين تطعمهم لولا لطف الله ورحمته وكرمه الذي سخر لهم شباب في مؤسسه تطوع معنا للاغاثه والتنميه لتمد لهم يد العون مساهمين في برنامج رحماء بينهم اهلا بكم من جديد سادتي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج رحماء بينهم والذي ياتيكم في شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات وعائله جديده عائله ايضا بحاجه الى رعايه بحاجه الى نظره عطف من المحسنين في هذا الشهر الكريم ابقوا معنا طبعا. يا اهل الدار طبعا. طبعا. السلام عليكم شلونك امي شلون صح اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وعائله عراقيه كريمه طيبه عائله الحاجة أم محمد أم محمد مساء الخير هلا بك كل عام وأنتم بخير طبعا رمضان الخير عليكم إن شاء الله والله يعود عليكم بالخير والصحة والعافية أم محمد إحنا جايكم اليوم في برنامج رحماء بينهم أيضا حتى نسلط الضوء على وضعكم وعلى حالتكم بالبداية يعني أريد نسأل أبو البيت وين والله أبو البيت استشهد وزوجي ولاد اثنين استشهدوا إيه والله واحد أمه 25 سنة واحد 14 سنة إيه والله وين بالضبط؟ والله ن... وقع صاروخ على جيراننا هون استشهدوا هو وبنته وخفنا المحل كلها ركضت هزمت على حي سماح نمنا بحي سماح انها واحد خطيع رجال الغريب الله يرحمه هو مستشهد فوتنا ببيت قحطان اسمه ابو احمد وذي ثاني جت المفخخه باب الحوش على الجيش ويملغ الرجال كلها قاعدين بالاستقبال قريبين على باب الحوش وقعت عليهم المفخخه ايوه زين هذا الكلام كان بهذا البيت لو لا بذاك البيت ست 6 11 2016 اها انتم كنتوا خايفين يعني إيه هزمنا من هون يعني ملك الموت سبحان الله اللي حقم له الحمد, الحمد لله الحمد بالله ان شاء الله احسن طيب طيب انتم انتم كوضع عائله الان يعني منو منو يعيلكم منو قاعد والله محمد ابن الحمد لله عام واما حموظ عام عام عامل خطا يشتغل وعم محمود اللي عم عامل والحمد لله يعني يشتغلون بالعماله و... اي والله الحمد لله آه. يشتغلون الحمد لله زين ايش عندي من الاطفال الصغار؟ والله بنتي 12 سنه عمرها هي يعني وابني هو محمد مزوج يعني هذا ابنهم علي مم. يعني حفيدي ايه 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 والله ايه والله احنا اليوم جايك في برنامج رحماء بينهم ويانا فريق تطوع معنا ان شاء الله يعني بهدف ان نشوفكم بهدف ان نسلط الضوء عليكم انت بعد اللي جرى واللي صار يعني وطبعا مصيبه كبيره هي بصراحه يعني كيف تتحركين او كيف تحركتي على موضوع حقوق يعني زوجك الله يرحمها وال... والله عملنا معاملات نحن بالبدايه مستمسكاتنا كلها اشتغلت وبالزور يعني مثل ما عن نمشي هيدي لحد الان معاملاتنا ما خلصت والله صار لنا ثلاث سنين ما خلص معاملاتنا والله وش نعمل الحمد لله نقول ايش نعمل ليش يعني شنو شنو العلماء؟ مستمسكاتنا بالبدايه اشتعلت على ما طلعنا هويات وطلعنا عراقيه وقسيمه وخضغة عن نعمل ولحد الان يعني مؤسسات الدفاع مال الامن الوطني كتب مع الاولاد بعد ما اجوا بنعمل يعني مال تعويضات الامور سهله يعني لو صعبه والله صعب الما ما عنده فلوس صعبة اي والله ما عنده فلوس حتى يمشي بالمعامله لو ما عنده فلوس حتى يعني ما عنده فلوس يمشي بالمعاملات محامي ومعاملات وكله ما يعني عنده فلوس والله قد تكلف هاي والله الحمد لله هوياتنا طلعناها من الخفا طلعنا القسيمه طلعناها هسه ظلنا الكتب الامنيه بس لو تطلع بقى مع الاولاد ما لبوهم الكتاب ببغداد هم بعد ما طلع مم. هاي من الشهر الثامن من واحد كتاب على بغداد لحد ما رجع مم. كل ما خابر ما ما جاء الكتاب ما جاء الكتاب والاولاد هم بعد ما جاء كتبهم زي والله زين الثبت ثبت وضعهم كشهداء ايه يعني. ايه شهداء من هنا يعني هاي شو اسمه شهادة الوفاء شاهد ايه طلعنا لهم اي والله يعني. دفاع المدني جبنا لهم كتاب هو المدني يعني شالم م -م. بس شالم يعني عظام صافي ومشعولين والبيت وقع عليهم الله اي أيوة. يكون بالعون يا امي والله مصيبة كبيرة يعني آه مشاهدينا الكرام يعني من 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 نشوف هيك يش مصيبة آه صدق الموصل عانت واهل اهل, أهل, 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 أهل عانوا ابد ما انساهم يعني ليل ونهار غيب معي ليل ونهار صورتهم حكيهم شيء انا ماني مخدمه يعني حتى نوم ما أشبع مع نوم الله الحمد هي معي. الحمد لله كانوا خوش ولاد والله افتخر بهم الحمد لله والشكر يا ربي. ما حد جاب بحسم ابد لا بالمنطقه لا بشو لا الكل خصته والله. الحمد لله الحمد لله على كل حال يا امي نسال الله لهم الرحمه والك الصبر انت انت الان يعني انت الان صرت الام والاب لهاي العائله الحمد لله خلص بخلص يعني يس... اتصبري وقوي نفسك يعني ترى ال... ترى يعني بعدها الحياه ما وقفت وبعد يقولوا لي البنات يقولون ظليت الخاطر انت من انت ابونا والحمد لله. الحمد لله بس ما يعني ليل ونهار بالدقائق يم على بالي احكي يعني, حكي يعني كش كش كل شيء كل شيء اتذكر النهار كله اتذكر سبحان الله كل يعني والله عوائد يعني كنا احنا شهداء بس ما مثلي امراه مؤمنه مبين عليك يعني ادعي لهم بالرحمه ادعي لهم احب لهم احب لا قوه الا بالله يعني الخسارات الخسارات كبيره ويمكن نعم يمكن يمكن ماكو اكثر من خساره الظنا يعني ال 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 الابن الابن مصيبه كبيره فقدانه. وهو الله يرحمه والله 36 سنه عشتوا معانا الله يرحمه ان شاء الله. شلون كان وضعكم لما كانوا عايشين؟ شلون كانت العيشه؟ والله كانت العيشه صعبه علينا، يعني نحن ابوهم كان بالصحه يداوم مليون و300 كان راتبه، بس ما فاتوا دواء عشر راتبه مقاطعه. وقعدنا هكذا حداد بلا فحم مثل ما يقول لا عشت احمد كان عامل زين زي, زي سعيتي بموضوع الراتب التقاعدي ما تقاعد. والله لحد الان الراتب الصحه ما جاء يعني من من بغداد بس يعتبرونه شهيد ما أبوهم ما جاء الكتاب من بغداد يعني هو ما طالع تقاعد لا لا ما طالع تقاعد لا والله كان يداوم مستمر ايه كان يدوم صف صف مال المامون ممتاز اي والله زين اكو دائره معينه يعني ممكن من خلال شاشه ساعه مره تناشديها اذا تحتاجين منها شيء يعني يعني احدى دوائر الدوله لا تكون معطله معطله والله كل ما اروح الصحه يا بحي الواحدة يقولون بغداد الكتاب وبعد ما جاء بغداد يعني اول مره دزونا على بغداد من شهر يعني معقوله كل الموظفين هاي حالتهم هيك مثلا اللي اللي يستشهدون والله و... كل ما اخبر الموظف يقول بعد ما جاء الكتاب وما نعرف والله هاي الاجراءات ويانا استاذ عمر يعني من تطوع معنا هاي الاجراءات اللي اللي اللي, اللي, اللي موجوده الان واللي واللي نشوف يعني بصراحه مثلا تعطيل المعاملات الـ يعني ذوي الشهداء هذا يعني هذا هذا ما تعتقد عطاله ما تعتقد يعني د دي يبطئ من من موضوع شغلتها. من موضوع من موضوع مساعده هاي العوائد يعني يعني, يعني هاي امه وب وبهذا وضعها و و بالضبط, نعم. بالضبط يعني, يعني يمكن هاي مشكله قائمه على كل ايه قائمه ولكن يعني يفترض ان يكون لهذه العوائل خصوصيه ويكون لهم تسهيلات خاصه واليه خاصه لذوي الشهداء والمتضررين جراء عمليات تحرير و عمليات القصف فيفترض ان يكون بهذا الشكل لان هم يعانون معاناه اخرى فوق معاناتهم بعد ما خرجوا من تحت الانقاض يقفون الجماعة سبحان الله حالتهم تختلف الجماعه طلعوا من من بيتهم من هزمين إلى بيت آخر أملا بالأمان سبحان <تصفيق> الله وصار <applause> القدر بالضبط فيفترض أن يعني يكون هناك تسريع في عمليات استرجاع يعني راتب أبوهم آه و... واستلامه لهذه العائله لكي يؤمنون يعني حياتهم نعم. آه بشكل آه يعني شلون نقول طبيعي مثل باقي طيب. باقي الناس إيه أنا منك ايضا انه انسيابيه اصدار الوثائق للشهداء وذوي الشهداء زينه يعني والله ايه لا الحمد لله دوائر الجنسيه طلعنا طلعناه والله بس بنموت عن ما طلعناه والله اي والله طلع الحمد لله طلع ما ظلنا دائره هو مال الصحه مال ابوهم من شهر ثامن مراحل الكتاب وست شهور ببغداد ورجعونه ظل قالوا بينه نقص ظل شهرين بالموصل هم واخير شيء رجعونه خمسة اثني خمسة عشر رجعونه على بغداد من الخمسة اثنى عشر لحد انا قابل قولوا ما جاء الكتاب بس يعتبرون الشهيد حل... حتى ابدي معاملة التقاعد طيب, طيب. انتم الان مجموع العائلة اللي اللي بقى يعني مثل ما يقول ايش قد عددهم والله ثمانية ايه 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 والله كم طفل بيهم والله اربع اطفال علي و... ورغد أم تبني و... نعم. ودلال بنتي وبنت المرحومه بنت احمد بن يام ايه ايه اي والله عندنا هي همينه يعني يعني انت المرحوم اه متزوج اي والله احدهم كان كان متزوج ايه 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 والله احمد ايه متزوجه والله <applause> مرته حامل وهو استشهد حتى ما غيعف ولد بنت يجينو جادته بنته سبحان الله اي والله يعني عسى ولعل يعني التفاته من اهل الخير يعني بهذا الشهر الفضيل انه يقفون عند مسؤولياتهم امام مثل هكذا عوائل بالذات يعني اخواننا الميسورين اللي يقدر يساعد اليوم مثل هكذا عائله وبالذات عندهم مشكله اتصور في معامله أيوة. آه، معامله الوالد معامله أيوة ابوه أيوة يعني نعم. هم اذا بالمال التعويضات هم الكتب الامنيه لحد الان ما طلعت نعم. مالتهم والله نعم. واضح واضح أيوة. يعني هم ايضا موضوع التعويضات ممكن ان يسد لهم يعني باب وايضا وايضا ممكن ان يفتح لي يعني اولادهم باب اخر لا ننسى يعني تركوا تركوا ذريه ضعافه يعني 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 لما 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 شخص متوفي استشهد بهاي الاحداث وبنته بعدها يعني ببطن يعني ما يعرف يعني هو شنو شنو اللي راح يجي وسبحان الله يعني ان شاء الله ان ذكره ما ينقطع ونسال الله ان ما يقطع ذكر الناس اللي تواصل هاي الناس يعني الصدقه الجاريه موجوده يا اخوان يعني انتبهوا على هاي الناس اليوم نعم يقول لك يعني ابو الموصل ابو الموصل هم هم الناس هم العراقيين كلهم تحسبهم اغنياء من التعفف شفنا بالحلقات الماضيه يعني باحدى الحلقات انا اتذكر احدهم حتى فاقد عقله يقول لك الحمد لله الحمد لله يعني يحمد الله كثيرا احنا احنا شعب ما متعود على الشكوى لكن مشكله الموصل اعتقد لاغلب عوائلها هي مشكله وقتيه مشكله تتعلق ب يعني هاي الفتره الزمنيه ما بين ان يعني تنصرف التعويضات ما بين ان تتمشى المعاملات اللي يعني تخص ذوي الشهداء بالاخص اللي راحوا في العمليات العسكريه الاخيره وتحرير المحافظه من تنظيم داعش الارهابي. يعني يعملوا معاملته تعطون اسم ابوهم بالصحه يعني يجيب كتابه من بغداد. يعني دوائر الصحه ولجنه الصحه النيابيه ايضا. أه خلي شويه نمون عليكم ونقول لكم انه مثل هاي العائله اليوم يعني بحاجه الى التسريع في مثل هكذا معاملات يعني موضوع التقاعد اللي يستلم ابوهم يمكن لو يجي التقاعد انت ما تحتاجين احد والله الحمد لله والله ما نحتاج احد والله لو يجي التقاعد لو يجي الفلوس الدنيا كلها ما, ما تعوض عن اولادي وانا بس بس شو نعمل نرجع نقول الحمد لله حتى تمشي الحياه ايه امي ايه امي ايه امي النكبه النكبه ايه واحده والمصيبه واحده والالم واحد والله فلوس الدنيا لكن انت لكن انت انظري يعني انظري ايضا للجانب ايه المشرق ايه عندكم يعني. بعد اولاد وعندكم بعد احفاد اي والله انا طيب الحماس المعامله معكم كل يوم وانت لازم تصيرين م... قويه لازم تتصبرين يعني 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 ما يصير تستسلمين والله صار انا لح... يعني ساعات عندي ضغط ضدهم بالدم وحتى والله ما اعرف عندي يعني امراض اذا واحد دكتور يطلع لي امراض اشكال او خاف اما واحد دكتور ليش تخاف؟ والله لا يطلع لي هم امراض اشكال سلام سلام اي والله دلاتة. ارجع عليك اخ عمر يعني اخ عمر بالنسبه لفريقكم فريقكم التطوعي شلون لقى هاي العائله هذه العائله من خلال مناشدات يعني الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فدزينا مجموعه اللي مختصه بالاستبيان والمسح الميداني ان تتحرى يعني عن قصه هذه العائله مثل ما سمعت انت الـ الحجية يعني مرت بظروف جدا صعبة احنا نأمل يعني هو ماكو شيء يعوض اللي راح ولكن نأمل من خلال شاشة سامرة أن يلتفتون لهذه العائلة بتسهيل معاملتهم بتحريكها يعني إطلاق راتب زوجها حتى يعني يحافظون على ما تبقى نقول إحنا إن شاء الله راح من واجبنا كتطوع معنا نكون متواصلين معها عن أي شيء ممكن يعني نستحصله لهذه العائلة فإحنا هذا واجبنا وإن شاء الله راح ما نعم. نعم افتهمنا أيضا عفوا الآن أنه أكو هواية ضحايا من يعني من ابناء الموصل افتهمنا ايضا انه اكو هوايه ضحايا يعني من ابناء الموصل اليوم مو بالضرورة يكونون استشهدوا بالمدينة القديمة يمكن الأخ قحطان أيضا من من الفريق ينضم معنا من تطوع معنا أهلا وسهلا أنا قحطان عادل من تطوع معنا الله. تطوع معنا يعني ما شاء الله بها دايناموات حضرتك الأخ عمر أه أنت نعم أه نعم أه أريد أسألك أه عوائل كثيرة يمكن أكو غير اللي راحوا بالضحايا المنطقة القديمة في أحياء أخرى نفس نفس وضعية المنطقة القديمة فهذول شلون تلاقوهم يعني هذول يعني نطلع كشوفات مثل نروح على منطقة مثل منطقة القديمة نروح نسأل على الأيتام ندور على الأيتام فنشوف حالات إحنا نشخص الحالات نشخص حالات أكو حالات يعني فد مرة واقعة أكو حالات لا سبعين بالمية ثمانين بالمية ذول يعني خليهم يعني على الاعتياد بس نحن ندور على الحالات المسحوقه فد مره فاكو 10% اكو 5% يعني حالات تفوت عليها يعني شلون نظل الحالات اللي رحنا عليهم هياكل قاعدين بخيم يعني ماساويه فد مره يعني يعني قحطان اليوم باعتقادك هاي هاي الناس يعني اللي مثل حاله الحجي محمد اليوم ذول اللي اللي هم لا هم اغنياء ولا هم فقراء، هو عنده شيء لكن ما ماسكه باليد يعني ما نعم متوقف، ما نقدر من خلال تطوع معنا اليوم مثلا ان نحرك هذا الماء الراكد ببعض الدوائر الحكوميه وممكن مثلا ان تتسرع معاملتها من خلال اشخاص ضمن تطوع معنا؟ والله احنا هاي يعني بالدوله ما عندنا، فلا نملك لك لا نملكها، فاحنا موضوعنا انساني، موضوعنا يعني تنميه، اغاثه، فهذا فاجراءات الدوله ما نتدخل طيب ما فكرتوا مثلا ان ان تروحون الى السلطه التنفيذيه اللي مثلا بال بالمحافظه مثلا تقولوا لهم يا بقى عندنا مثلا مثل هكذا حالات حاولوا ان تهتموا بها والله نروح على يعني اكو ناس هم الساعد يعني من من خلال النشر على البيج تطاوع معنا اكو ناس يعني تساهم بلا يقول مثلا تجيبوا الحاله احنا نحاول نمشيها اكو ناس ساهمت يعني بس قليل حالات نعم. يعني ما. تطوع معنا يمكن نكهة عراقية عام يعني يعني نكهة عراقية خالصة وموجودة في كل المحافظات العراقية بالتالي يمكن مدى التأثير يختلف ما بين محافظة ومحافظة الحمل اللي عليكم ما تحسك كبير شوية والله الموصل ضررها كبير يعني احنا زرنا اش اقول لك يمكن واحد بالمية يعني مثل ام محمد هي اختنا وامنا ان شاء الله يعني الافات مؤلفه مثلها يعني الفقد ابنه الفقد يعني بالاخص منطقه القديمه ماكو بيت اذا ما اثنين ثلاثه رايح به يعني مستحيل تلقي بيت تفوت عليه اذا ما اثنين ثلاثه رايح به ويعني بالاخص القديمه احنا <تضح> اللي يعني اللي نسال الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم وهذا الشهر الفضيل يعني أني يخفف عن أهلنا اللي 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 الضرر. يخف يخفف عن معاناتهم ومصائبهم وأحزانهم والله الحزن واحد يا أمي والمصاب واحد إحنا عراقيين كنا اليوم زين يعني من زاخو إلى البصرة كنا اليوم كنا اليوم عندنا نعم عندنا عد نعم عندنا المراره وعندنا عندنا هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا الشعور بالـ بالـ بالقهر لانه البلد خسر كثير من شبابه، احنا خسرنا اجيال كامله بسبب هاي الحروب وبسبب هاي المشاكل، نسال الله سبحانه وتعالى انه تنتهي وانه يعم الامن والامان. في خوش والله وين بالضبط؟ بيعمل بالمخيم حسن شام أه. اي والله حتى المدير مع مدير رازقار يعني خطي جاء معي على الخيم على خيمه تلو... على محمد ابني هذا كان نعم. ابو هذا يعني معاه في مية طيب وجاني الخبر طيب ورحت جاء معي أنا... انا عجبتني شغله في هذا البيت هذا البيت يعني يعني رغم المصاب الجلل اللي صاير فيه لكن البيت فرح يعني والله اي والله الحمد لله البيت البيت البيت, البيت مال ام بيت صدق معدل المنظمات والله عملت لنا ذول الابواب وابني خطي والله يعني انا كنتم رجعتم من الخيم ما ارجع البيت يعني رجعت إيجار قعدته قلت ما اريد اغشى مكان بس ابني خطي يعني خلي ما يعني كسر ظهرنا بالايجار وما انطي قام جاء صبغ ورممه يعني كان كهربائيات كلها مبيوقه كلها باقوز اغراضنا هم والله لا عشت حملت احمد غراض كلها باقوه لكن 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 الحمد لله الحمد لله اي الله. والله قال لي دغير السقف موجود الحمد لله اي والله موجود أي الحمد لله والله. الحمد لله قاعدين على دخول اي والله الحمد لله والله اي من القرايب هاي 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 الحمد لله يمتونا نظافة البيت ما شاء الله لا قوة الا بالله أيوة. ما, ما نحكي عنها الله يحفظك جزاك الله خير ويعطيك اي والله قال لي لا يعني نرجع على بيتنا احسن واحد بيته ستر قام صبغه والله وهاي قال لي غيرتي شوية حتى تتغير نفسيتك لكانش حار يعني قبل الحرب شو حريق. تغير نفسيتك على قولتك شوي لهجتكم صعبه لكن لكن شوي نفهمها ممكن ممكن <applause> الله يحفظكم ان شاء الله الله آه يحفظك فريق, فريق تطوع معنا مقدم لك اليوم جايب لك هديه ان شاء الله الله يخليكم الله يسعدك. يعني هديه ولو هي بسيطه لكن ان شاء الله تكون قيمه <معه> الله نحملها نحمله من 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 محبه <معه> اي هذا كلام كل يسوى والله بما نحمله من من تعاضد من تآزر من محبه من من روح عراقيه الله يخليك خالصه الله ان شاء الله بهذا الشهر الفضيل اليوم الفضيل كادر كله ان شاء الله برنامجنا ان شاء الله رحماء بينهم ومستوحى حتى اسمه من القران الكريم نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفكم بعطفة ب عطفه وبكرمه ما اعتقد اليوم ما اعتقد انه يعني مشكلتنا هي مشكله مع مشكله اجتماعيه او أو مشكلة عائلية أو ما عندك مشاكل لا مع, لا مع, لا. مع لا. الحمد لله والشكر لا. فقط هذا نعم هذه العائلة حقوقها ربما مؤجلة حتى حين إلى أن إن شاء الله تسهل الأمور إخواننا يعني في وزارة الصحة نأمل نأمل أنه يعني تكونون يد عون لمثل هكذا حالات وحتى باقي الوزارات باقي الوزارات اللي 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 اللي, اللي حقيقة اللي نحتاجها يعني يعني بحياتنا العامه خاصه محافظه نينوى والله محافظه نينوى منكوبه جدا وتؤلم القلب جدا والمناظر في داخل المحافظه ما زالت توحي ان هنالك بقايا واثار يعني خراب باقيه هاي اثار الخراب نريد نتجاوزها اليوم نريد نتجاوز هاي الحيطان المهدومه والبيوت المفلشه والجام المكسر شويه انظروا للناس بعين العطف يا حكومه نينوى المحليه يا حكومه اتحاديه ترى التعويضات حان وقتها لانه العالم مبين عليها مبين عليها واقعه وبامس الحاجه الى هاي الامور والموصلين والعراقيين عموما الناس عصاميين يعني يصبرون لكن كافي صبر يعني احنا من 2003 لحد الان دخلنا العام ال 17 بعدنا عيننا على الدوله بعد التغيير لما, لما لما نتكلم لما نتكلم عن صبر هاي المحافظات المحرره بالذات فاحنا نحتاج الى عدد هائل من ال من الساعات نختصر الان ان شاء الله نختصر رحله العطاء من رحماء وبينهم مع فريق تطوع معنا وعندنا هدية مقدمة من الفريق يتفضلون الإخوان يقدمون إياها جايين عليك أم محمد هاي صوغتنا هذا إن شاء الله يعني شيء بسيط هذا اللي الله سبحانه وتعالى قدرنا عليه يعني بهاي المناسبة وأكو يعني مبلغ مالي بسيط هذا أيضا مقدم من قناة سامراء الفضائية حساوة لعل يساعد الله شوية زين هذا إليك حجية أم محمد واللي نتمناه عليك انه يعني اكبحي جماح الحزن، لا تظلين حزينه، حاولي ان تفرحين الخاطر اللي موجودين، ترى كنا اليوم من نريد نصبر نفسنا نصبر نفسنا بالحرة شلون صابره، ما نصبر نفسنا أيوة. رجال برجال، نباوع على حرائرنا، نباوع على نسائنا شلون صابرات ومنهن نتعلم صبر، وانتي ام يا امي فعينك عينك عينك على العيله، عينك على اولاد واترك لك كلمه اخيره اذا عندك الله يحفظكم ان شاء الله وبارك الله بكم الله ينصر ينصر الجيش العراقي ان شاء الله امين امين اي أيوة والله الله يبارك بكم اشكر جدا اشكر جدا تطوع معنا نريد منهم كلمه اخيره والله احنا اليوم يعني فرحنا بام محمد وان شاء الله نوصل يعني صوتها ومناشدتها للجهات المعنيه بما يخص يعني معامله زوجها وايضا نوصل صوتها للمانحين للمتبرعين من خلال متابعه حالتها وحاله عائلتها بشكل عام وطبعا احنا وشاشه سامرة وبرنامج رحماء بينهم يد بيد لتوصيل معاناه الناس ونكبه الناس للمعنيين وللناس المانحين وللمنظمات الدوليه وحتى للمجتمع الدولي ان ينظر في قضيه الموصل ان ينظر باكثر من هذه يعني الجديه اكثر تكون في قضيه الموصل ايضا ندعو او نرجو من الحكومه المحليه والاتحاديه ان تكون جديه في قضيه الموصل وبما يخص المدينه يعني اعلنت منكوبه ولكن الى الان ما كان اكو اشياء ملموسه او حقيقيه على ارض الواقع بما يخص التعويضات، بما يخص من يتولى يعني امر هؤلاء الناس المساكين المنكوبين اللي ينتظرون وقفات جديه لاهلهم في نينوى. انا اشكرك اخ عمر يعني من فريق تطوع معنا احنا يمكن ويانا ايضا حفيد ام ام محمد، اسمك حبيبي علي علي, علي انت بيا صف؟ بالثالث بالثالث، شلونك بالدراسة حبيبي؟ والله مليح مليح, مليح. يا شاطر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله. الله يحفظك آه هذا هذا الحلو بالموضوع انه رغم الالم رغم الحزن آه رغم المعاناة آه طلاب الموصل شطار الحمد لله ويجي منهم شيء يعني هذول هذول طبعا هذول اللي هم يعني ابناء واحفاد بنا جامعه الموصل مفخره العراقيين جميعا وكل الجامعات العراقيه انا بختام هذه الحلقه من برنامج رحمه بينهم اشكر حسن استماعكم واصغاكم حتى نلقاكم من جديد ان شاء الله في حلقه قادمه في امان الله وحفظه